سادس المراكز اللي وصلت في هذه اللحظات سراب مهير بن علي بن دري المنصوري من يقدم لنا سراب، بينما النقلة إلى المركز السابع اللي وصلت في هذه اللحظات وهذا شعارك يا بن شافي، يتقدم في هذه اللحظات محمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يقدم لنا سراب في هذه اللحظات. المركز الثامن، المركز الثامن القادمة القادمة والمنطلقة مع شعار البطين في هذه اللحظات، ألا وهي عمايل، عمايل وعلي بن حمد البطين المري من يقدم لنا عمايل، بينما النقلة إلى المركز التاسع وهنا رسالة وخليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي يقدم لنا رسالة عزيزة في هذا الشوط ويقدم لنا الرسالة الهامة. المركز العاشر هنالك سلهود ومنصور بن الشيبة السبوسي مع المركز العاشر. هكذا متابعين الكرام نداؤنا الأول لهذه الأسماء المتقدمة للعشر المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وهنالك بنت صوغان من تقود هذه السلالات ومن تقود المحليات الأصايل. بنت صوغان مع المركز الأول انطلقت وتقدمت بهذا التقدم الجميل. راضي بن راشد بن جابر المنهالي ما زال مع المركز الأول، ما زال مع بنت صوغان، راضي عليها كل الرضا حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة، وأتمنى أن تنال رضاك يا راضي بانتزاع الفوز وانتزاع الناموس. المركز الثاني اللي مع المركز الثاني في هذه اللحظات هنا الشاهنية وسالم بن مغير بن سالم العميمي يقدم لنا الشاهنية. أما نعم الشاهنية مع المركز الثاني سالم بن مغير بن سالم العميمي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات القادمة بشعارك يا بالحب محمد بن عبد الله بالحب العامري يقدم لنا الخوارة مع المركز الثالث، يقدم لنا الخوارة، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع مياسة وسعيد بن مبارك الشامسي في هذه اللحظات يصل مع المركز الرابع. مصيحة تقدمت في هذه اللحظات ووصل السندباد القطري صالح بن حمد القمرة ينضم في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره ويقدم لنا مصيحة. أيضا شعار منصور بن الشيبة السبوسي تقدم في هذه اللحظات ليتقدم مع شعاره الجميل وينطلق مع سلهود، بينما أيضا اللي وصلت مع البطين هنالك عمايل علي بن حمد البطين المري ينضم في هذه اللحظات ويقترب من المراكز الخمس الأولى. ورسالة أيضا هي القادمة بشعار خليفة بن سلطان بن رشيد الذي ينطلق في هذه اللحظات، بينما المنضمة أيضا والمنطلقة على مستوى المركز الثامن في هذه اللحظات أم المركز التاسع اللي وصلت الشاهنية مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ووصل عتيق بن قريع المري وأيضا شعار بن دري أيضا ينضم في هذه اللحظات، مهير بن علي بن دري المنصوري مع سرابة وأيضا سعد بن طالب بن شريم ينضم ويحضر مع حضور. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول أول. ونعود إلى اللي عادت إلى موقعها، اللي عادت إلى الصدارة، اللي عادت إلى المركز الأول الشاهنية. انطلقت الشاهنية وانطلق سالم بن مغير بن سالم العميمي، ولكن هنا صالح بن حمد القمرة، هنا السندباد القطري يتقدم مع مصيحة يعلن عن صيحات الندى وصيحات النواميس، ولكن الشيبة
الشيبه 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 روح روح مع المركز الاول انطلق مع شعاره انطلق هنا مع سلهوده منصور بن الشيبه السبوسي ولكن بوطالب 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 يطالب بالفوز يطالب بالناموس يقدم لنا حضور يقدم لنا حضور اللي حضرت اللي وصلت اللي تقدمت الله يا حضور هذا الحضور وإلا فلا هذا الحضور وإلا فلا وسعد بن طالب بن شريم المري الله لا غاب ما يجلى بالسمينة والوافية هو أبو طالب يعود من جديد سعد بن طالب بن شريم المري يذهب بالسلامات ويذهب بالناموس وحضر مع حضور حضورك منور يا أبو طالب تهانين لسعد بن طالب بن شريم المري على فوز حضور في المركز الأول المركز الثاني وصلت فيه بنت صوغان ملك راضي بن راشد المنهالي المركز الثالث وصلت فيه شعنية مبارك بن محمد بن زايد الخيارين المركز الرابع مياس سعيد بن مبارك الشامسي وخامس المراكز أتت رسالة ملك خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي إذن متابعينا الكرام في كل مكان أتت حضور وغطت على كل الحضور في شوط المحليات الأول برفقة شعار غني عن التعريف وسعد بن طالب بن شريم المري هو من قدمها وبدورنا نقدم له التهنئة ويستاهل الناموس بو طالب التوقيت الزمني لحظة الوصول مع مخرجنا أسامة الهواري هذه لقطتها ووصول إلى خط النهائي لكن توقيتها الزمني الهواري عند وصولها إلى خط النهاية وقطعت مسافة 6 كيلومترات إذن أعتقد الاعتذار عن التوقيت الزمني إلى أن تصلنا المعلومات الوافية والكافية تهانينا لجميع الفائزين في شوطنا الماضي شوط المعجنات ينطلق ويسير على بركة الله وتوفيقه وزميلي سالم بن علي